السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع. نتابع دروس اللغة العربية ودرسنا لهذا اليوم في مادة القواعد. كنا أخذنا في الدرس السابق عن النعت والمنعوت، وقلنا بأن النعت يصف المنعوت الذي قبله، كأن نقول الصف الواسع جميل. أما اليوم فسنبدأ بدرس جديد وهو بعنوان الجملة الإسمية، الخبر اسم. كنا أخذنا في بداية السنة أن الجملة نوعان، جملة فعلية وجملة اسمية. الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل. إذن الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل. مثال: يلعب الولد بالكرة، ابتدأت الجملة بالفعل يلعب. أما الجملة الإسمية فهي الجملة التي تبدأ باسم. لنتعرف أكثر على الجملة الإسمية وما هي مكوناتها من خلال قراءة الأمثلة التي أمامنا. المدرسة واسعة، الشجرة مزهرة، التلميذ مجتهد، الشارع نظيف. إذن لنرى الأمثلة. المدرسة واسعة، هل هي جملة اسمية أم فعلية؟ جملة اسمية، أحسنتم، لأنها ابتدأت باسم. أيضا الشجرة مزهرة، ابتدأت باسم. التلميذ مجتهد، بدأت الجملة باسم. الشارع نظيف، أيضا ابتدأت الجملة باسم. إذن هذه الجمل هي جمل اسمية لأنها ابتدأت باسم. لنرى الجملة الفعلية إذن التي تبدأ بفعل، أما الجملة الاسمية فهي التي تبدأ باسم. وبالتالي يكون تعريف الجملة الاسمية، الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم وتفيد معنى تاما. ما معنى معنى تاما؟ المدرسة، عندما أقول المدرسة وقلت ووصفتها وجاء واسعة، واسعة، هل هي صفة للمدرسة أم تخبرني ما هي عن المدرسة؟ المدرسة واسعة، المدرسة جملة اسم ابتدأ به الجملة. أما كلمة واسعة فهي أخبرتني عن المدرسة وأيضا هو اسم. لكن في درس الصفة والموصوف أو النعت والمنعوت أن الصفة تطابق الموصوف، هنا واسعة ليست صفة لأنها لم تتطابق مع المدرسة في التعريف. هنا للتعريف، هنا لا يوجد تعريف. إذن لنميز الخبر عن الصفة بأنه في الصفة والموصوف عليه أن يتطابقا في التعريف والتنكير، في حركة الإعراب، في التذكير والتثنية. أما الخبر فهو اسم يخبر عن المبتدأ ويكون مرفوع أيضا. أيضا الشجرة مزهرة، ماذا مزهرة؟ ماذا أخبرتنا عن الشجرة؟ أخبرتنا عن الشجرة بأنه مزهرة. التلميذ، كلمة مجتهد، أخبرتنا أن التلميذ مجتهد في دروسه. أيضا كلمة في الجملة الأخيرة الشارع نظيف، كلمة نظيف أخبرتنا عن الشارع بأنه نظيف. وبالتالي تكون الجملة الإسمية مكونة من مبتدأ وخبر. الخبر يخبر عن الاسم المبتدأ ويكون نكرة، يكون ميزته للخبر أنه نكرة. هنا المبتدأ جاء معرف بال، اما الخبر فيكون نكره، وهذا ما يميز الخبر عن النعت والمنعوت. لنقرا القاعده. المبتدا اسم معرفه نبتدئ به الجمله الاسميه، مثل المدرسه، الشجره، التلميذ، الشارع. اما الخبر فهو اسم نكره، عفوا، اسم نكره، نكره. ما معنى اسم نكره كما مر معنا في درس سابق؟ أنه لا تدخل عليه أل التعريف، هو غير معرف بأل، ويكون مرفوع ويقع بعد المبتدأ مباشرة، يقع بعد المبتدأ. المدرسة واسعة، ويخبر عن المبتدأ، يخبرنا عن المبتدأ. مثلا المدرسة ماذا أخبرتنا؟ أنها واسعة. لنرى كيف نعرب الجملة الإسمية. مثال: الأم مبتهجة، هذه جملة اسمية. الأم، ماذا يمكن أن نعرف كلمة الأم بأنها جملة اسمية؟ الأم اسم ابتدأت به الجملة، وبالتالي يكون إعرابه مبتدأ. ماذا حركته؟ ما كانت حركته؟ الضمة. إذن هو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. مبتهجة،
الأم مبتهجة، هنا كلمة مبتهجة أخبرتنا عن الأم وهي نكرة، اسم نكرة وليست معرفة بال، وبالتالي تكون مبتهجة هي خبر أخبرتنا عن الأم. مبتهجة خبر مرفوع، يكون المبتدأ والخبر حركتهما الرفع، خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. إذن الأم مبتهجة، الأم مبتدأ مرفوع، وكلمة مبتهجة هي خبر أخبرتنا عن الأم وهي أيضا مرفوعة بالضمة الظاهرة على آخره. ما رأيكم أن أعطيكم صورة وعليكم أن تعطوني تكملة، أن تخبروني عن هذه الصورة؟ مثلا السكين، أعطوني كلمة مثلا تخبرنا بها عن الجمل. السكين حادة، كلمة السكين حادة. هنا كلمة حادة هي أخبرتنا عن السكين وليس صفة للسكين، لأن الصفة عليها أن تتطابق مع الصفة والموصوف بالتعريف والتنكير. أحسنتم، إذا هذا كان درسنا لهذا اليوم، أرجو أن تستفيدوا منه وتكونوا بصحة جيدة، وشكرا لكم.